يذكرون أن سائلا طرق الباب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيه، يقول علي: فتذكرت أن عندي 4 دراهم لكن لا أدري أين وضعتها، فقلت له انتظر، فصرت أبحث عن هذه الدراهم حتى أعطيها لهذا السائل. فالظاهر طال الوقت وعلي يبحث، مل السائل فانصرف، ولكنه قبل أن يذهب نظر فرأى الفرس، فرس علي، فإذا عليها اللجام، فسرق اللجام وأخذه حتى يبيعه، يبي فلوس، فأخذ اللجام وذهب يبيعه. ثم جاء خادم علي، لما وجد علي الأموال الدراهم خرج اللص، السائل هو اللص نفس الشيء، خرج لم يجده، فدخل البيت. ثم جاء خادم علي قال: يا أمير، أحدهم أخذ اللجام، ما وجدت لجام الفرس. قال: والله ما عندي إلا هذه الدراهم، اذهب إن اشتريت لجاما ب4 دراهم فبها ونعمت، ما عندي. فذهب إلى السوق وإذا هذا يبيع اللجام، لأن هذا ما يريد اللجام، هو يريد المال هذا اللص. يقول: فتكلم معه بكم تبيع، المهم اتفق معه على 4 دراهم، فباعه اللجام ب4 دراهم. فرجع هذا علي قال: وجدت لجام فرسك يباع في السوق. قال: صف لي الرجل الذي اشتريت منه، وصف لي. قال: هذا هو السائل. يقول علي: استعجل، كان سيأخذها بالحلال أخذها بالحرام. يعني هذه الدراهم الأربع مكتوبة له، مكتوبة لهذا اللص، مكتوبة لهذا السائل، لكن ما صبر دقيقة أو دقيقتين حتى يأخذها بالحلال، فباق اللي سرق اللجام، ثم رجع ورد مرة ثانية أخذ الدراهم الأربعة مكتوبة له. لو صبر يقول علي أخذها بالحلال، فلم يصبر حتى أخذها بالحرام. وكل حياتنا كذلك، أي إنسان الآن يسرق سرقة معينة، 50,000، 100,000، مليون، أقل أكثر، يغش، يرشي، يرتشي، يزور، كل ما يأخذه هذا مكتوب له، لو صبر أخذه بالحلال، والله الذي لا إله إلا هو لو صبر لأخذه بالحلال.